لم يتذوق هذا الطفل الطماطة منذ مدة، فرفع هذا الشعار ويقول: أنا أبيع طاطلي وصعد الدولار، والله يذكرك بالخير يا طماطة. نسيناك من ولا الدولار لين صعد. أحمد واحد من المتظاهرين الذين تجمهروا من مختلف المحافظات بالقرب من البنك المركزي وسط بغداد. يهتفون احتجاجاً على سعر صرف الدولار. أغلب المحافظات اليوم، بغداد، ناصرية، كربلاء، النجف، السماوة، الديوانية، ديالى، البصرة، كل المحافظات اليوم، حتى صلاح الدين، حتى الأنبار، إلى ممثلين من مدينة النجف الأشرف. إجينا اليوم إحنا نتظاهر في بغداد من أجل تنزيل الدولار. يا أخي السوق وقف، خلونا نلبس بالة. هاك بالة بالة، الله أكبر، بالة، شوف بالة بالة، الله أكبر. أنا عباس ألبس كلها تلت موديلات، بالي هاك بالي بسبب الدولار. حناجر المتظاهرين تصدح بمطلب واحد: إنزال سعر صرف الدولار. فقفزاته التصاعدية أنهكت حال الكثير من المواطنين، يطالبون ويلوحون بتكرار وقفاتهم لحين تحقيق مطالبهم. عمري 30 سنة بجيب 1000 دينار، يعني أنت مقتنع بهذا؟ الله يقبله. ها؟ لسبب غير مسبب الدولار، غير الدولار صار 65. إذا تعرفين منين نجيب إحنا؟ يلا إن شاء الله مستمر هاي المظاهرات حتى يشوفون حل لهاي الوضعية. هاي الوضعية تعبانة رحمة الوالدي، والله تعبنا. واقعية مجدية لا ترقيعية، تنتظر هذه الأعداد وغيرها الحلول من الجهات المختصة، فما اتخذ قد لا يتلائم وانعكاسات الارتفاع الذي جعلهم يلجؤون إلى التظاهر. ما وصل إليه حال الكثير من المواطنين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار دفعهم ليتظاهروا أمام البنك المركزي، يهتفون وينتظرون الاستجابة لهم. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.